تعال نطلع بقى نشوف بعض الأسئلة كده ونجاوب عليها سريعا وبعض الصور. نروح لأول سؤال معانا، أفضل مدير فني تدربت تحت قيادته. ما فيش كلام مستر فيرل. طب مصري؟ مصري هو فيه والله، فيه طبعا الكابتن طارق مصطفى، الكابتن علي ماهر، يعني من الناس اللي انا اشتغلت معاهم. علي ماهر اتمرنت معاه مدرب كويس جدا، جدا، اه مدرب كويس ده قوي. هيلعب ضدنا بكره، ربنا يستر. ربنا يستر. نروح لل، هل تعرضت للظلم بسبب عدم المشاركه في كأس العالم 2018؟ اه طبعا ظلم كبير جدا. انا كنت الفتره دي الحمد لله ماشي كويس جدا يعني، وعالي قوي. طب ايه الكوبر بيحبك؟ آه والله كانت هي ظروف حصلت، رحت اخدت فرصه في النادي المصري وما كان مع مشيت. كابتن حسام ما لقيتش. لما مشيت من الزمالك، مش هقعد اعيد في الكلام ده تاني، مشيت من الزمالك رحت النادي المصري، ما لقيتش نفسي موجود وما بلعبش. طلبت ان انا اكون امشي ومش موجود، عاوز اخد فرصتي يعني عشان هو العب كان كاس. منتظرك تلعب. الراجل قال لي العب لو ربع ساعه، في اكتر من كده يا قول كابتن؟ والله او العظيم. اقسم بالله العظيم. وهياخدك. والكابتن محمود فايز كان على اتصال معايا، والكابتن اسامه نبيه كان على اتصال معايا، وكان هياخدني كاس عالم. بس الحمد لله انا لما اخدت فرصتي رحت لاسيوطي، وكنت من ضمن ال 27 لعيب اللي اختاروهم، وكنت انا في القايمه الاضافيه، بس ما سافرتش. بس بس الحمد لله يعني في جواب وانت اتبعت كويس انت فيه. ما سافرتش، اتغلبوا الثلاث ماتشات. والله ناس كتير قالت لي كده. يا عم. من اللاعب الذي كنت تتمنى انضمامه لمنتخب مصر اثناء فتره تواجدك؟ يعني كنت وانت موجود في المنتخب تقول يا سلام لو لعيب قديم يعني في الوقت ده. يعني اللعيب في ده لو وقت انا، في وقتك انت، لو ده لو كان معانا في المنتخب، يعني كنت دايما كنت تقول نفسي شيكابالا بصراحه. قول والله العظيم. والله كان نفسي شيكابالا. كنت شيكابالا كانت بتحس بشيكابالا في الملعب. لا شيكابالا لعيب كبير قوي قوي يا كابتن، قوي بس قوي هو قوي. انا خده كنت كاس عالم. بقى واقف في بس هو التمرين. خده كاس عالم. لا ما جاش معانا في فترتي انا، الفتره لا بتاعتنا. بس هو راح كاس عالم بعد كده في هو راح الاخر، جاب كاس جون عالم. في غانا تقريبا اخر ماتش في ايوه التصفيات وسافر كاس عالم. لا ايوه كان هو في تصفيات. انا لعبت 3 ماتشات في كاس العالم، تصفيات كاس عالم، وبس ما سافرتش معاهم. بعدها بقى شيكابالا راح وادى بشكل كويس وسافر معاهم كاس كنت عالم. حاسس ان هو لو، في فرق كبير. لا شيكابالا وكوبر على كابتن، فكره حبه. شيكابالا كابتن في التوقيت ده لو كان موجود مع صلاح كان هيعمل له حاله مش ممكن. بس شيكابالا الكلام ده من ظالم 5 سنين نفسه. يعني كان لسه صغير برضه. ظالم نفسه. شيكابالا لعيب كبير جدا يا كابتن. انا كنت ببقى في التمرين والله العظيم بقف استمتع بيه، والله في التمرين ببقى واقف كده بستمتع بشيكابالا في التمرين. راجل خلي بالك مش كسول في التمرين، بيحب التمرين جدا، وبيحارب على كل كره في التمرين. بس انت طبعا في ناس بتبقى عامله عليه ضغوط وعامله عليك. انا صحيح كنت نفسي مركز يعني. صحيح. نروح للسؤال بعد كده، افضل مدافع في مصر حاليا الونش. الونش. الونش بصراحه، وفي محمد عبد المنعم ده لاعب كويس، لعيب كويس، لاعب كويس جدا. صحيح اكيد. نروح للسؤال، افضل مباراة في مشوارك الكروي. افضل مباراه في المنتخب برضو، الزمالك ومنتخب. في منتخب نيجيريا. نيجيريا خلاص دي علامه ان انت هتقول يا جماعه الانقاذ التاريخي بتاعه ده لازم نجيبها برضه. ده انقاذ يعني، فضل خلاص علامه. طبعا يعني كان بالنسبه لي حاجه كبيره يعني، الحمد لله. قال لك ايه؟ قال لك ايه مستر كوبر بعد مستر الماتش؟ كوبر انا افتكر في حاجه، واحنا في الطياره واحنا راجعين، واحنا رايحين مسافرين، كانت الناس كلها عماله تنتقدني وازاي تتريق لعب عليك باك ليفت، وبيقطعوا فيها تقطيع جامد جدا. ان دي ليه يلعب وليه منتخب انا سامع التقطيع في الطياره وانا قاعد؟ كنا الطياره خاصه وسامع الناس الصحفيين بيقطعوا فيها. والله والله العظيم. والله العظيم. بس ما ولا شغلت دماغي الحمد لله. كان الكابتن اسامه مهيئني كويس جدا وقال لي خلي بالك ممكن تلاقي نفسك بتلعب، ممكن خلاص عرفت اللي انا حاسس ان انا هكون موجود. الحمد لله كانت نزلت مركز. وبصراحه اللعيبه بصراحه رجاله جدا، لعيبه الزمالك كلها اللي كانت موجوده في فتره، حتى لعيبه الاهلي وكله ساندني بشكل كبير جدا. كلهم كانوا خايفين عليا، بس الحمد لله انا طبعا عمر ما خفت من اي مباراه. الحمد لله نزلت اديت الدور اللي عليا، كان في الدقيقه 83 والجو كان نار. والحمد لله اعمل لقطه زي دي 18 متر في انت ايه ثانيتين. اللي خلاك تروح ده خلاص اللي القرار احنا تام. مستر كوبر ما بيلعبش على الاوفسايد، وانا حسيت الاحجازي ورامي ربيعه هيقفوا، وعمر جابر كان لسه. انا اخدت قرار ان انا اجري، حسيت ان موزيز هيرقص الشناوي. كنت اخد القرار، بس يعني الحمد لله من عند ربنا يعني. حتى لو انت هتجيب تعملها تاني اهي ولا ده الجرأة. الانقاذ التاريخي يا جماعه. بص يا كابتن لو انت بصيت في اللقطه ديت وانا بقوم من الجون. ده كنت كرة جول خلاص يعني. ده غريب قوي ان انت ده انت صديتها. هو حطها كمان حظه ان حطها في النص. انت عارف يعني لو هو حطها كابتن خلاص هو بيجري عشان يحتفل اصلا بالنسبه انت له. عارف انت لو حطها في الزاويه هو عدى كده هو خلاص. لو حطها في القرابه كده خلصت. خلاص في لا يمكن تجيبها. بس هو كانش جسمه معدول. سبحان الله. بص يا كابتن اللقطه بقى لو انت جيت وانا في الجون، انا كان ظهري لازقه بكل. بص حصل لك ايه بقى؟ انا طبعا اللي ورا الجون ده كابتن حديد. لا يا راجل. والله حديد. انت لو سمعت اللقطه اصلا هتلاقي ديت بتطرد. سمعونا الصوت كده يا جماعه. اللي ورا ده حديد. انا طبعا كنت من ظهري
كنت لازق في ظهري كذا لازقه في ظهري. ايوه الحديد اللي على الارض دي. اه دي حديد جامد جدا دخلت في ظهرك. ها ظهري طبعا كنت اصلا بشتكي من ظهري قبل ما العب بس ما قلتش لحد. اه ولعبت واستحملت على نفسي ولعبت واديت المباراه الحمد لله. تعرف ايه كمان اللي صيطك في الكره دي؟ اه ان انتوا رحتوا جايبين جول التعادل. اه ما هي ده صلاح بقى يعني كنت لسه جاي لك والله. النتيجه كانت 1-0 ودي كانت هتبقى 2-0. ما انا اقول لك كابتن انت صديت اتردد بعديها بخمس ست سبع دقائق برمضان صبحي ربنا كرمنا بالجون ده التعادل. ده هدف التعادل هتقول هدف التعادل. طب ما في لقطه صلاح بعد الجون اللي تعادلنا لقطه في اخر المباراه خالص صلاح رايح انفراد قام الحكم مصفر. ايوه صح صح كنا يعني كان صلاح رايح انفراد معهوش حد. اه صح قام الحكم مصفر حتى كلنا رحنا اتخانقنا مع الحكم ان انتوا كنتوا هتكسبوا. اه ده كانت اصلا يا كابتن كانت احنا طبعا احنا التعادل لينا مكسب. صلاح قال لك حاجه بعد الماتش ده؟ طبعا صلاح الحمد لله يعني اشاد بيا وكان فرحان جدا طبعا اللعيبه كلها مش مستر كوبر بقى لما رجع وهم راجعين في الطياره بيسالوه يقول له طب بيسالوه على المباراه قال لهم لا روحوا بقى لعريس المباراه حماده طلبه ورا. والله والله جم الناس تتكلم معايا والصحفيين بقى اللي كانوا بيتريقوا عليك في الطياره جم يسجلوا معايا قلت لهم لا لما نصعد من مصر ابقى اتكلم معاكم والحمد لله صعدنا من مصر الحمد لله. نروح للسؤال اللي بعد كده. لاعب تتمنى وجوده في منتخب مصر امام السنغال. طارق حامد. طارق حامد لا ما فيش يا كابتن غبار على طارق حامد في الفتره دي. طارق حامد لعيب مهم جدا جدا في منتخب مصر وفي نادي الزمالك. مصطفى رقم فتحي ده كابتن بتكلم على مصطفى فتحي قبل الماتش. اه مصطفى فتحي ده تفتكر بعد ما راح التعاون ممكن يبقى له دور؟ ممكن هو بيحب المحترفين يعني لا ممكن مصطفى لعيب كبير والوقت ماشي كويس بس طارق هو نمره واحد. هو طارق بالنسبه لي نمره واحد في الحته ديت. ليه اصلا الناس تقعد تقول لك طارق حامد ما ينفعش يلعب بثلاثه في نص الملعب. ما طارق ممكن يلعب بثلاثه وتلعب انت بهافين ويروحوا وبيجوا عندك السلاي بيحب يهاجم وبيحب يدافع. لا طارق انا شايف الحته ديت نمره واحد في مصر. تمام نروح للسؤال اللي بعد كده. هل يكرر كيروش انجاز كوبر مع منتخب مصر؟ هو وصل للنهائي وخسر. هو فاضل له بقى يوصل كاس عالم. مستر كوبر في كنت انا معاهم في امم افريقيا في في الجابون. خدك كان هو الراجل قال لي انا مش محظوظ في النهائيات انا ممكن انا طول انا وانت نروح سينما. والله العظيم هو على طول بيخسر نهائيات. هو بيخسر نهائيات على طول. ايه رايك فيه كمدرب؟ لا مدرب عبقري. كان في كلام اتقال عشان اسامه نبيه جه فكوبر مستني ماتش الكومبو ويجي. لو جه كوبر يفرق مع مدرب كويس الزمالك؟ جدا. طبعا مدرب كويس جدا. بص يا كابتن الناس تقعد تنتقد في المدرب قال المدرب ده بيحقق انجاز بالنسبه لي يعني هو كابتن ما حقق. انت ما تقدرش تقارنه بفيريرا لان ده مدرب ده نادي حاجة وده حاجه وده مدرب منتخب. الله ينور عليك. انت بتشوف فيريرا كل يوم لكن كوبر ما بتشوفوش غير ثلاث ايام بس. الراجل كان بيتعامل مع اللعيبه في الفتره ال 20 يوم ده كابتن نجاح ليه طبعا. اي مدرب بيجي يلم ال 20 يوم يلم اللعيبه بتاعت المنتخب ويخليهم يركزوا مع بعض ويبقى فيهم بينهم وبين بعض حب ويبدا يحفظهم طريقه لعبه تاني والكلام ده. لا ده نجاح من المدرب. الراجل ده نجح يعني لعبنا نهائي وصلنا كاس عالم من سنين ما بنوصلش كاس عالم. اتمنى اللي هو يكون موجود في نادي الزمالك هيبقى اضافه كبيره جدا لنادي الزمالك. نروح للسؤال اللي بعد كده. من اللاعب الاقرب لك في مصر يعني مين اقرب لعيب كان ليك؟ هو في طبعا في احمد توفيق وفي احمد توفيق شافي وحازم. مين اللي كان بيقعد معاك في الاوضه على طول؟ احمد توفيق. احمد توفيق على طول على طول. وعلى فكره احمد توفيق من لعيبه الرجاله جدا كابتن. ده خد على فكره ده خد اربع كاس مصر مع الزمالك ورا بعض. اربع كاس مصر معايا كان معايا صح فاكر. احنا اكتر اثنين لعيبه اللي شاركنا في كاس مصر. اعتقد كان بقاؤه كان مهم والله. طبعا يا كابتن لعيب بيلعب باك رايت لعيب بيلعب ديفندر لعيب وراجل في الملعب. بص يا كابتن هي العيله دي كده كلهم رجاله. بيشوف اكرم عبد العزيز توفيق وعبد العزيز واكرم وحاتم. ده كان عندهم باك رايت اسمه حاتم كمان اتصاب حكايه. لا 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 الاربع لعيبه دول كانوا بالنسبه لي لعيبه رجاله. انا كنت قاعد معاهم خلي بالك قعدت معاهم اكتر ما قعدت في بيتي. نروح لاخر سؤال معانا. المواقف التي لا يمكن ان تنساها خلال مسيرتك مع الزمالك. موقف عمرك ما هتنساه. موقف عمري ما هنساه لان انا مشيت من الزمالك. والله والله العظيم كان نفسك تفك تكمل. كنت نفسي ابطل كوره في نادي الزمالك. عمري ما هنسى اللي انا مشيت من نادي الزمالك دي خالص. بس يا كابتن لما طب ايه حلمك بعد كده؟ انت دخلت التدريب. حلمي اللي انا اخش نادي الزمالك تاني وابقى حلمي اللي انا اكون موجود في الفريق الاول في الجهاز يعني. طبعا مش بعيد عن ربنا. انا دايما طموحي الحمد لله ما بيوقفش وعندي طموح كبير جدا ان انا اكون موجود مش بعيد عن الكره اللي انا. وانت ابتديت المشوار دلوقتي؟ الحمد لله بدات المشوار واحده واحده وربنا كرمني. بس انا لما مشيت من نادي الزمالك كابتن بصراحه شفت حب جمهور نادي الزمالك. انا بكيت لما مشيت من نادي الزمالك وعملت مداخلات كتير جدا وما كنتش قادر ان انا اعمل مداخلات. وبشكر طبعا الكابتن حازم امام كان ساعتها واقف في ظهري بشكل كبير جدا. قال لك لازم تكرم الراجل ده وتمشيه بطريقه حلوه يعني بشكره على الهوا. انما لما شفت حب نادي الزمالك وجمهوره ليا انا نسيت كل حاجه. ودايما كابتن اقول لك حب الناس نعمه وكنز احسن من ماديات واحسن صحيح. من كل حاجه.
طبعا انا بشكر جمهور نادي الزمالك وبقول لهم انتوا السند ان شاء الله للجمهور، انتوا السند للعيبه وسند للنادي، اتمنى لهم طبعا التوفيق ونبقى ان شاء الله في ظهر مجلس الاداره. وبشكر المستشار مرتضى منصور على الفتره اللي انا اشتغلتها معاه فيه، كان بصراحه انا ماليش معاه جنيه في النادي، انما الفتره اللي انا اشتغلتها مع ممدوح عباس كان ليا سنتين ما اخدتش فيهم خالص اي فلوس.